ديالي هو الموسيقى المغربيه عامه وبالضبط ثلاثه ديال الانماط الموسيقيه اللي هما الملحون كما قلتي الغرناطي والطرب الاندلسي. والحب ديالي لهاد ثلاثه ديال انواع ديال الموسيقى هو نابع على انني يمكن تربيت في وسط اللي تيعشق هاد الانواع الموسيقيه. الموجة الشبابية اللي كنشوف طاغية على نوعا ما الالحان ديال الريغاتون الى اخره، شنو رايك فيها واش انت من المتبعين ديالها؟ انا بالنسبه لي كل فنان والتوجه ديالو وخص كل واحد يحترم التوجه ديال الاخر. بالنسبه لي مزيان ان يكونوا بزاف ديال الانماط الموسيقيه في المغرب، وهذا الشيء تيخلي ان تيكون واحد التنوع مزيان في الثقافه الموسيقيه المغربيه. خصصتي المسار ديالك لتجديد التراث، الموسيقى التراثيه كتحاولي انك تجدد بها بالطريقه ديالك انت بالموسيقى ديالك انت، واش كتلقاي مثلا دعم المسؤولين على الثقافه في المغرب باش تكملي في هذا المسار ولا هذا الاختيار ديالك؟ هو انا ماشي الاختصاص ديالي هو تجديد الموسيقى التراثيه، لانه كما عرفوني الناس في 2005 باول البوم اللي هو الدنيا كان فيه اغاني من تلحيني ومن كتابتي، وكانوا اغاني من كتابات وتلحين ديال ناس اخرين. مثلا الدنيا كما قلت هي من كتابات وتلحين الفنان حميد الدوسي. وبالنسبه لي زالبوم ديالي كلهم كانوا فيهم تجديد ديال الموسيقى المغربيه، واون ميم طون كان فيه الحان ديالي ولا ديال غيري وكلمات ديالي ولا ديال غيري. بالنسبه للدعم هو كما تتعرفوا وزاره الثقافه تتعطي واحد الدعم كل عام، تتخصص دعم بالنسبه للمشاريع الفنيه، وانا النهار فين دفعت الدعم هو اللي كان في الالبوم ديال دلال الاندلس. الحمد لله نالت اعجاب من وزاره الثقافه وخديت الدعم جوستومون من وزاره الثقافه. كاين بعض التصنيف ديال الجمهور كتصنفك من فنانين النخبه، واش فعلا نبيله معن كتشوف انها فنانه ديال النخبه؟ انا هو اللي نقدر نقول لك هو ان الفنان ما يمكنلوش يصنف راسه فنان نخبه ولا ماشي فنان نخبه، الجمهور هو اللي تيحكم. وبالنسبه لي انا تنغني للناس كاملين وتنفرح ملي تنشوف ان الناس كيتبعوني وتيغنيو الاغاني اللي تنغني. اخر سؤال، تكلمينا على التوشيح ديالك. كانت فرحه كبيره، تنظن الفنانين كاملين اللي توشحوا كانوا فرحانين، وكان شرف كبير بالنسبه لي، وتنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه للفنانين كاملين ومسيره طيبه للموسيقى المغربيه. شكرا.